السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال وتكونوا في هنا يا رب العالمين. بصوا احنا ايه جبنا كده توم، وهنوريكم تخزنوا ازاي التوم، وازاي يعني في حاجات كتير قوي ازاي ان انتوا تعملوها. ومعاكم الحاجة هنا كده اهي، قولي لهم بقى يا ماما اتفضلي معاكي. ماشي خلاص، اتفضلي يا ماما. بص حبايبي، دي راس التوم، بنمسكها نعملها كده انا كده، بناخد الاخضر دوت بنفرمه مع الفلفل، انا خدت بالك، ومع ليمون. دي تبقى دقه لوحدها في التلاجة للسمك. وبعد كده تمسكي راس التوم تعمليها كده اهي، سهل معاك. القشرة البيضة دي ما تترميش، دي بتتحمص تحط في الفرن وتعملها بصل بودر، التوم بودر. التوم بيتباع منه بالكيلو بمية جنيه، تعمليها انت في البيت احسن اهي. تبصي تحطوها هنا كده، بصوا هنا كده اهو، ده القشر الابيض، وهنا القشر بقى الاخضر. من فوق تعملوها كده اهي، بصوا سهل ازاي اهي. وتطرح بقى عند الراجل تتطحن، تحطها بقى هنا كده. بص دي لوحدها هنا كده، ماشي حبايبي، سهل خالص. واحدة كمان اهي، ولا فيها أي تعب، ثواني اهي. صلى على النبي يا جماعه كده، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد، وتعدلوا بخير يا رب. التوم ده بتاع السنه الجديده. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. وصل على سيدنا محمد يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. بص كل حاجه في البيت ليها فوائد. بص يا قلبي، القشره البيضة دي ما بتترميش، دي بتتعمل توم باودر اهي. تخش الفرن تتحمر. الحاجة بقى ايه تكمل؟ اكمل ماشي معاك وبعد كده اوريكوا بقى، وبعد كده نرجع لكم تاني. ماشي. بصوا حبايب قلبي كده، احنا الثوم خلاص اهو قطعناه، بصوا اتنضف واتقطع. بص تعالي كده، ده طحناه، بصوا بقى حلو وجميل ازاي اهو. ده كده اتطحن واتحط عليه ملح، وهنعبيه بقى في اكياس وهوريه لكم دلوقتي. والقشر الابيض ان احنا هنشفه وهطحنه، وهبقى اوريه لكم في فيديو برده لوحده خلاص. والاخضر برده هوريه لكم برده، هطحنه دلوقتي وهوريه لكم هنعمل فيه ايه برده. خليكم معايا وهوريكم كل حاجه ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي، ادي الملح اهو كده عليه. وطبعا انت بتخلي بالك من الاكل، وبتخلي بالك وانت بتعملي الاكل والحاجه ما تزوديش ملح او بتحطي ملح الا في الاخر. وهنا برده اهو الملح، وهنا مع بعض الملح برده. انا حطيت كيس على كل الكميه دي كلها، يبقى انت كده مظبطه الملح بتاعك ومظبطه كل حاجه. صدقوني يا جماعه والله بشيله بالسنه وبالسنتين وبالتلاته، ما بيجرى له اي شيء. يلا اعبيهم بقى ونرجع تاني مع بعضينا هوريهم لكم. بصوا يا قلبي على سهوة بقى ماما، انا جيت لسه طبعا من الشغل، وبعمل ماما يعني تعبانة جدا وعندها صداع شديد قوي قوي قوي. بصوا بقى على سهوة كده بتعمل لي ايه قهوة، لسه جايبه لها كنكة دي جديدة، قالت لي هات اما اجربها واعمل لك فيها قهوة. بصوا، وطبعا انتوا عارفين انا ما اقدرش اعمل حاجة من غير ماما، هي قاعدة ايه بتساعدني، ربنا يديها الصحة ويقويها ويشفيها ويعافيها. ادعوا لها يا جماعه والنبي عشان ماما تعبانه قوي. مش هتمسي على جمهورك وتسلم عليه؟ ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ معلش تعبانه، جسمي كله على الطبيعه، تعبني برجليا بضهري كله، طول النهار عماله افرم في التوم مش قادره. تعبت ورحت داخله سايبه. يا جماعه انا عايزه رايكم، انا قلت لها يا ماما التوم نخليه عند الراجل والراجل هو اللي يفرمه هو اللي يعمله، تقول لي لا اعمل بايدي، انا اعمل كل حاجه بايدي. انتوا يرضيكوا كده؟
يعني يرضيكوا انها تتعب نفسها. بصوا بقى تعبانه ازاي وعامله ايه. مش قادره والله الحمد لله. مش هي غلطانه؟ يا ريت تقولوا لها لا انت غلطانه يا امي. معلش الحمد لله. تستاهلي الحمد. كل سنه طيبين يا حبايبي وتعدلوا بخير يا رب يا رب يا رب يا رب. بحب اوفر لها والله عايزه اوفر لها يا ستي. لا فداكي فداكي قايمه بكل حاجه وبتصرف عليا وكل حاجه وغلبانه وكويسه. لا يا ام فداكي فداكي. بخاف على قرشها والله. فداكي الدنيا كلها يا قلبي فداكي الدنيا كلها. عشان بقى في الكنكه الجميله اللي عبير جايبها. لسه جايبه لها كنكه جديده عشان تعمل القهوه وهي قاعده. بص كنبه موف ويو كنبه الكنبه كنبه جميله موف جميله ازاي. بصوا ايه رايك وهي بتعمل صوت ليه كده؟ اجيب واحده لياسمين هي لسه جديدة؟ لا هي البنت لما عملت قصادي ما كانتش كده. لما كانت جربت بتاعتها ما عملتش الصوت ده نهائي. قال يا جماعه الكنكه دي فيها حاجه ولا محتاجه وقعت فرقعه في وشنا. ربنا يستر يا رب. ماشي ماما بقى هتكمل بقيه التوم. هقفل معاك عشان نشوف الكنكه دي اخبارها ايه. هو يا اما اتفرقع يا اما هي بتعمل ليه كده؟ لا ربنا يستر. لا اول مره انا ما لقيتهاش بالصوت ده. هنشوفها طب وارجع تاني معاكم. بوظنا الليله بوظنا الدنيا. بصوا يا جماعه ماما عملت القهوه مش معنى دي من غير وش. تسلم ايدك تسلم ايدك. حطي بقى على الناحيه التانيه شويه. بصوا ناس. تسلمي تسلمي. عماله تقول لي الحقي الحقي وانا اقول لها الحقي الحقي. ربنا يستر. يلا مع بعض بقى ماما هتكمل هنا. كملي يا قلبي بقيه التوم. ماشي هجيبها لك. حاضر وهنرجع بقى تاني مع بعض ان شاء الله. يعني اه نشطفها. بصوا يا قلبي انا عملت كده اهو. حطيته زي ما وريته لكم تنيته كده كده وادوس عليه قوي اطلع منه الهواء. هيبقى بالمنظر ده بالمنظر ده كده بالظبط اللي انا هحطه في التلاجة في الفريزر. هشيله واحفظه. هحطه برده في كيس تاني عشان انتوا عارفين التوم انا مبولعه بخور في الشقه. ولعت بخور دلوقتي عشان ريحه التوم اهو. مع بعض هنحطه في كيس تاني ونربطه عشان لو نزل زيته نزل اي حاجه يبقى زي ما هو كده. مع بعض بقى ونرجع تاني. وملحوظه ده كله بنحط عليه ملح. ده كله بيتجفف يعني الماده الحافظه بتاعته وتحافظ عليه الملح فقط لا غير. ولا زيت ولا اي حاجه الملح فقط يا جماعه. مع بعض بقى ونرجع تاني. حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه رأيكم؟ ادي التوم اهوت. دول 50 كيلو تصدقوا وشلت 4 تاني. يعني دول كلهم كده على بعض 50 كيلو. عارفين بتاع الاكل لوحده وبتاع المخلي لوحده اهوت. ايه ما انا هقول لهم اهو انا جاية لهم في الكلام. بصوا حبايبي ده الابيض ده بتاع الاكل ماشي اللي انت بتطبخي منه وتعملي كل حاجه. انا عملت هنا الاخضر مش انا ماما وساعدتني وانا وماما عملنا الفلفل. اه ده الاخضر ساده ماشي ما فيهوش اي حاجه الا حته تومه. ده الاخضر عليه ليمون وعليه خل وعليه توم وجاهز لاي حاجه معلوش ملح ولا توابل. لما تطلعيه تحطيه في العلبه زي ده كده اللي انا هوريه لكم زي ده كده ماشي. فاكرين انتوا الخلطه الحمراء الفلفل الاحمر اللي ماما كانت عاملاه معاكم؟ خدنا شويه من اللي هو الاخضر الجاهز اللي حطينا عليه الليمون والخل. حطينا عليه فلفل احمر. ما هو ده ماما حط عليه فلفل اخضر وليمون وخل. ده بقى حطينا عليه فلفل احمر وظبطنا الملح بتاعه. ادي العلبه اهي تتحط في الثلاجه. تيجي بقى انت عايزه مثلا تعملي بتنجان هتعملي سمك هتعملي اي حاجه ادي الخلطه جاهزه ملحها والتوابل بتاعتها وكل حاجه. او تعملي جاتو. جاتو بالثوم. ماشي يا برنس. اعملوا كل اللي يحبوه. تاكلوا ايه؟ تاكلوا اللي تحبوه. ماشي يا برنس. ان شاء الله ان شاء الله كده يا رب يكون الفيديو بتاع الثوم عجبكم وتخزين الثوم عجبكم وكل حاجه بنعملها لكم عجبتكم. وماما بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم كل الايام هنا وسعاده. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ونشوفكم في كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.